نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة معسكراً لتدريب الكوادر الشبابية ضمن فعاليات العام الخامس والاحتفال بتأسيس المؤسسة في أكتوبر من عام 2019، وذلك في المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد. شارك في التدريب ما يقرب من 800 شاب وفتاة على مدار 3 أيام بمحافظة بورسعيد من شتى محافظات الجمهورية، كما تم توفير رحلات مجانية ترفيهية ببورسعيد وأنشطة رياضية مختلفة على هامش مشاركتهم في المعسكر التدريبي. النهارده أكثر من 800 شاب متطوع من كافة المحافظات الجمهورية موجود على أرض بورسعيد، بتمتع بكافة الخدمات الموجودة بالمدينة الشبابية اللي فتح، وبنوجه ليه الشكر معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي اللي أمر بفتح المدينة الشبابية على كافة الخدمات ليها لتوفير الشباب. يمكن النهارده أنا حضرت معاهم كمان، حضرتنا أحد المحاضرات كانت عن المهارات الحياتية وإزاي يتعلموا إن هم يتواصلوا مع أهالينا في كافة النجوع والكفور، وان هم يوصلوا لهم الدعم بشكل لائق ورساله ايجابيه لكافه الشباب، ويعلمهم ازاي اهميه التطوع، ودي هتبقى فايده كبيره لمصر. جاي النهارده في بورسعيد المدينه الرياضيه تبع مؤسسه حياه كريمه اخد بعض البرامج والانشطه المختلفه علشان خاطر انفذها على الارض الواقع على الارض الميداني مع الاهالي واخواتنا وفي القرى. طبعا احنا كلنا هنا بنستفيد من بعضينا. المعسكر في الاول كان بيضم محافظه واحده، لا دلوقتي بيضم اكتر من 4 أو 5 محافظات: قليوبيه، بورسعيد، فيوم، بني سويف، اسكندريه. دلوقتي احنا بنتعرف على بعض اكتر من 200-300 متطوع وفي نفس المدينه الشبابيه الواحده. اول استفاده هي المشاركه المجتمعيه اللي احنا موجودين فيها النهارده، ومن ضمن المشاركه المجتمعيه ان احنا تعرفنا على المتطوعين من محافظات اخرى. يمكن فعالياتنا كلها كانت محافظه على محافظه القليوبيه، لا النهارده معانا بورسعيد، معانا الفيوم، معانا بني سويف، معانا محافظه الاسكندريه. دي كانت حاجه جديده علينا ان احنا بنعرف كل اخواتنا في كل المحافظات، عارفين ان الجدعان منتشرين في كميه كبيره جدا باسم حياه كريمه. احنا النهارده موجودين في المدينه الشبابيه بورسعيد بالتزامن مع مؤسسة مرور 5 سنين على مؤسسة حياة كريمة، تمام. استفدنا كتير هنا، اتعلمنا عن المهارات الحياتية، اتعلمنا عن التكنولوجيا المعلومات وازاي السايبر سيكيورتي وازاي تحمي نفسك من مخاطر الانترنت. في معسكر ايجل اس احنا النهاردة بنمارس أنشطة رياضية بتؤكد وتنمي مهارات الشباب في الرياضة، خاصة في ظل الأحداث، وخاصة ان احنا معانا صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، واخدنا على مدار الايام الثلاثة اللي متواجدين فيها في المعسكر محاضرات من كلية التربية الرياضية بجامعة اسكندرية، علشان هي متعاونة مع المؤسسة في القاء المحاضرات هنا في المدينة الشبابية. اخدنا عن اللياقة البدنية والاصابات والاسعافات. استفدت ازاي اقوي مهاراتي في اللياقة البدنية، ازاي اعرف الحروب الادراكية وازاي اواجه الحروب الادراكية عامة. صراحة التدريبات النهاردة والمؤتمرات ديت فيها معلومات كتيرة جدا استفدت منها، حاجات ما كنتش عارفها وفي حاجات كنت عارفها بس اتاكد عليها، معلومات كان ممكن تبقى مغلوطه، بس ما شاء الله المعلومات هنا كلها موثوق منها.